اسماعيل ياسين قصة لكل الناس. ازاي يعني؟ برضو حكاية شفتها او سمعتها ان عبد الناصر لما كان في المغرب وهو ماشي مع ملك المغرب في موكب كده، فواحد راجل مغربي كده جميل، يا ريس يا ريس، فوقف بصله قال له سلم لي على اسماعيل ياسين. قد كده كان اسماعيل ياسين فنان مشهور، وعمل بقى من 49 لغاية مثلا نص تاني من الخمسينات، يعني 56 57 عمل 200 فيلم 300 فيلم زي ما انت عايز، كسب كتير جدا 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 جدا. لكن عمل عمارة عظيمة جدا في وسط البلد، وعمل في الزمالك اظن، وعمل فيلا في مصر الجديدة. لكن حصل انه في بداية الستينات الحياة اختلفت، الفن اختلف، فبقى اسماعيل ياسين مالوش دور، لكن كان بيعمل مسرح. فضل لسنة 66 يعمل مسرح بس ما بيكسبش، يعني يا دوبك بيغطي مصاريفه. ثم جاءت بقى الحكاية الشهيرة بتاعة الضرايب، وانه هو ما دفعش ضرايبه. هنا بقى تيجي نقطة مهمة جدا، هل احنا عشان فنان اسعدنا وما زال يسعدنا وهيسعد ناس كتير اسماعيل ياسين، هل ده يبقى خطأ نتجاوز عنه؟ دي مسألة بقى فيها آراء كتير، يعني كل واحد يقول رأيه فيها زي ما عايز. لكن خدوا كل ممتلكاته تسديدا للضرايب، سافر بيروت. كان وقتها في فنانين كتير سافروا بيروت، عملوا أفلام مش كويسة وأفلام ضعيفة يعني. لكن لما رجع من بيروت اشتغل بقى في الأفلام دي ما نجحتش، فاشتغل من لوجيست بيروت في الكباريات والملاهي الليلية، ورجع سدد كل ديونه. كان بيصور فيلم مع نور الشريف، دور صغير يعني، بس ما كملوش لأنه مات، ومات وهو واقف على حيله. ما شحتش اسماعيل ياسين، ما اقدرش اقول انه مات ما عندوش فلوس وبيتسول، ده كلام مش دقيق. استاذ اسماعيل، ايوه فن، انت عطيت الفن الشيء الكثير الكثير. ربنا يخليك يا استاذ نجيب. طيب شو عطاك الفن؟ ما عطانيش حاجه، اداني اسم اسماعيل ياسين. ما في شك هالاسم كويس، انما يعني ما هواش كفايه ماديا يعني. نعم. اه، لانه الرجال الفنان اللي نذر نفسه للفن وعمل كذا من السنين مثل ما عملت انت، طيب ما لوش حق بعدين مع الزمن يتقاعد ويحافظ على كرامته من الناحية المادية كمان؟ لا، فيه يعني انا الحمد لله عندي بنيتين. برافو. مبسوط. برافو. وماديا كويس. ايه دخيل. وبعدين كمان الرئيس انور السادات في الحقيقة عمل لجميع الفنانين الكبار يعني 100 جنيه كل شهر كمعاش مدى الحياة، وده يشكر عليها ما فيش شك ابدا. شيء عظيم. انما في كمان فنانين في الحقيقة تعبانين واساميهم كبيرة جدا. نعم. واعرف انهم يتدوروا جوعا يعني. نعم. حالتهم بقى الاسم الكبير. مال انا جاء علي يوم برضو لا مؤاخذة ما كنتش الاقي اكل، انما بشيء من التفكير وبشيء من التدبير وبشيء من العقل قدرت اقدر اكون ثروة يعني اعتمد عليها لما اكبر في السن، اقوم برضو ابقى راجل مستريح. انا مستريح دلوقتي بقى لي 5-6 سنين ما بشتغلش، انما مبسوط الحمد لله.